الطيارة اتحركت 3 ساعات أو 3 ساعات ونص تقريبا، نزلت في مطار حمد الدولي ترانزيت. كان الترانزيت وقتها 4 ساعات. رحت اتوضيت، صليت، قعدت في الجامع شوية، بعدين اتمشيت في السوق الحرة، أبص بقى أخد لي كام صورة وبتاع واتمنظر. بعدين فضلت ألف زي القرد أدور على حد أتعرف عليه بسرعة، علشان أنا مش عارف هعمل إيه في الصين، يعني مش عارف هنزل فين ولا أي فندق ولا أعرف أي حاجة. المهم مكان ما بيشحنوا الموبايلات، رحت قاعد، كان في واد قاعد جنبي صيني، قلت له ازيك عامل ايه؟ انت عايش في جوانزو؟ قال لي اه، ده انا مرشد سياحي في جوانزو. قلت له طب ده مية مية، خلينا بس معلش مع بعض، انا اول مرة وكده. فقال لي اه تحت امرك ومفيش مشاكل وبتاع. الواد استأذني ومشى. اروح ادور عليه مش لاقيه، ادور ادور مش لاقيه. قلت خلاص بقى، خلاص ميعاد الطيارة التانية جه وانا واقف في الطابور لقيته. فبقول له يا كابتن انا بدور عليك من بدري، وبقول لك ما تسيبنيش، ده انا جاي لوحدي هنا ومش عارف حاجه. فالواد بص لي كده وهو مكشر، قال لي اكيد تقصد حد تاني. في اللحظه دي عرفت ان الصينيين فعلا شبه بعض. انا بكلمه ففي واحد بيضحك من ورا، ببص له فراح قال لي هي اتعملت فيك. بقول له ايه؟ قال لي اصل انا برضه عملت نفس القصه، بكلم واحد وكده. فبقول له انت منين؟ قال لي انا من مصر ومسافر جوانزو اول مره. قلت له والله وانا كمان برضو اول مره. قال لي خلاص يلا نعكز مع بعض وربنا يكرمنا ان شاء الله. فبقول له امال انت بتكلم الصين اللي تعرفت عليه ازاي؟ قال لي باش بالاشاره. قلت له اه بالاشاره، طب زي الفل. ركبنا الطياره، الطياره خدت 8 ساعات او 10 ساعات. نزلت ادور على الراجل ده مش لاقيه، كان اسمه فادي. ادور على فادي مش لاقي فادي، يمين شمال مش عارف اي حاجه. فبسال فين يا جماعه الخروج؟ قال لك ادي الخروج اهو. فرحت طلعت ببص، لقيت في اتوبيسات كتير، ولقيت شاب قاعد على الارض، على الارض على الرصيف. ببص لقيته فادي. يا ابني بتعمل ايه؟ قال لي انا مستني الاتوبيس. فبقول له مستني اتوبيس رقم كام؟ قال لي مش عارف. فرحنا سالنا الناس اللي واقفه على الاتوبيسات ده، هي لو سمحت الاتوبيس ده، فين الاتوبيس اللي يروح وسط البلد؟ فراحت الست قالت هو ده الاتوبيس، كان في وشنا ما كانش اتحرك. فركبت وانا وفادي. انا اول ما وصلت المطار رحت ساحب 100 يوان، فمعاكوا فلوس معانا، رحت انا مدافع. وبعدين وصل الاتوبيس، رحنا نازلين. فبقول له طب واحنا هنعمل ايه كده؟ قال لي يا عم استنى انا معايا كارت. راح مطلع كارت بتاع فندق واخده من حد يعني سافر قبل كده. فادي كان شغال في النظارات، الكارت بتاع الفندق اللي هو واخده في سوق النضارات بس. فكان في الصين كده موتوسيكلات، موتوسيكل يشيل 2 بالعرض. شاورنا الموتوسيكل ورحنا مورينه الكارت، فحل نركبه. ركبنا الموتوسيكل وحط الشنط بتاعتنا وفضل يمشي بقى، شويه مخالف وشويه عدل، ولحد ما ايه وصلنا وراح منزلنا. مش فاكر برضه خد كام يعني. دخلنا الفندق، الفندق كان قذر جدا وريحته زي الزفت. انا ما ضمنتوش وهو ما ضمنيش، لسه ما نعرفش بعض. فقالك لا احنا كل واحد يحجز اوضه. حجزنا اوضتين، كان الاوضه المتاحه في الدور التاسع. احنا واخدين رحله 10 ساعات وكان قبلها في 3 ساعات، فكانت رحله طويله جدا. واول ما وصلنا الفندق بيقولك الاسانسير عطلان. طب احنا مش عارفين اصلا نروح فين. قلت له يا فادي طب نسيب الشنط هنا ونطلع. قالك لا يا عم انا شنطتي معايا. طب هنعمل ايه؟ قالك يلا على كتفنا. كل واحد شال الشنطة على كتفه وطلعنا الدور التاسع.